استاذ ادم يتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. فضل ونعمه. اتكلمت معاك من اسبوع وكلمتك بقول انا هتجوز واحده اجنبيه وعايزه اتاسلم. حضرتك قلت لنا ترجلنا في دار الافتاء. تمام كده؟ دار الافتاء قلت لك في المشيخه. المشيخه تمام. بعد اذنك بس هو الوقت بياخد قد ايه لغايه لما نطلع الاشاره عشان نتجوز على عيد مأذون؟ انا ما اعرفش يعني الحقيقة بس اللي انا اعرفه اللي هو امر بسرعه مش ما بيتاخرش كتير لانه كل الحكايه في حاجه معينه بدخل اسال مثلا قسم معين بسال عليه ولا انت عليك بتدخل بتروح بدل هي غير مصريه بتروح المشيخه في مقر نعم فبتدخل المشيخه على يمينك في الدور الاول هتلاقي مكتب اشاره الاسلام وما بياخدش وقت يعني المساله كلها مع غير مصري مسألة بتكون سهلة بس هي تكون مع أوراقها الوثقية والمسألة تكون سهلة إن شاء الله ومش هتاخد وقت طويل وربنا إن شاء الله يتمم لكم بخير ويبارك لكم إن شاء الله. أستاذ ممتاز يتفضل. يا حضرتك يا فندم ده شيء فضل ونعمة الحمد لله أستاذ ممتاز ربنا يديك الصحة. حضرتك أنا كنت في رمضان ده كنت اتهمت زوجتي يعني إن أنا نازلت مني مبلغ من البنطلون معلش بعد إذن حضرتك تاني كده وواحدة واحدة لأن صوت حضرتك ما كانش واضح. حضرتك أنا كنت حاطط فلوس في جيبي يعني بتاع اللي أنا بتاع البيت اللي أنا بنام بيه في البيت فكنت ناسي إن الفلوس في بنطلون تاني يعني فانا بسالها بقول لها الفلوس راحت فين وبتاع فقالت لي انا ما اعرفش فهي كانت قبل كده برضه كانت بتاخد مبلغ يعني على قد مصروف ال بتروح تجيب بيها الحاجات يعني وبتاع. طب فين السؤال؟ حضرتك انا اتهمتها بقى وبتاع وبعدين حلفت قلت لها والله انت اللي واخداهم وبعد كده بدور في بنطلون تاني لقيت الفلوس فانا كده ضربت ليه كفاره ولا ايه؟ انت عليك ثلاث حاجات. أول حاجة تعتذر لها وتبوس دماغها وتقول لها عشان الكلام ده يروح من ذاكرتها ولازم تجتهد إن أنت تروح من ذاكرتها لأن أنت اتهمتها والستات الشريفات ولاد الناس بيتضايقوا قوي قوي إن حد يتهمهم في الفلوس دي وتقول لك فلوس إيه اللي معرفش إيه فأول واجب عليك تطيب خاطرها أول واجب قبل أي حاجة تانية فتواجب عليك إن أنت تطيب خاطرها. الحاجة التانية أنت الفلوس دي أنت قلت حلفت قلت إيه؟ قلت له والله انت اللي واخداهم وبعد كده بعد فتره يعني كده لقيت الفلوس في جيب خلاص يبقى انت حضرتك هتطعم 10 مساكين كمان يبقى انت كمان على الطيب خاطره وتعمل 10 مساكين الكلام 10 مساكين الكلام اللي انت قلته لها ده قلت لها قدام العيال لو قلت لها قدام العيال برضه تعتذر لها قدام العيال عشان العيال يتعودوا ان انت بتحفظ كرامه امهم وان انت بتحترمها وبتحبها نعم